نشرت البوابة نيوز صورة الشاب أحمد مبروك عبد الرحمن الذي توفي اليوم الاثنين 11/11/2019 بعد أن قفز من قطار طنطا كفر زياد خوفا من غرامة التدخين. وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة نقطة مستشفى المنشاوي بطنطا بوصول الشاب أحمد مبروك عبد الرحمن 24 سنة مصابا بنزيف داخلي بالمخ إلى العناية المركزة. وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية لمكان الوقعة، وتبين وفاة الشاب جراء تعرضه للكسور في الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ وكسور بالضلوع جراء سقوطه أسفل عجلات القطار المذكور عقب مشادة مع أحد الكمسارية بذات القطار لشروعه بالتدخين، وهو ما دفعه للقفز من القطار هربا من سداد الغرامة. وأصدر المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية توجيهاته لرئيس نيابة أول طنطا بضرورة فتح باب التحقيق في واقعة وفاة الشاب للتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه. ده الشاب اللي راح ضحية غرامة التدخين، ونشوف تطور الحادثة اللي قبلها وإيه اللي حصل مع الشابين، واحد اتوفى وواحد أصيب. وقال كومساري أوتار الإسكندرية الأقصر رقم 934 أمام النيابة العامة: أنا ما عملتش حاجة، والشابين هما اللي قفزوا وفتحوا باب القطر عشان مش معاهم فلوس التذكرة، مشيرا لأنه من مهام عمله حفظ الأمن والاستقرار داخل القطار والبدء في تحصيل قيمة رسوم التذاكر من الركاب المتخلفين عن الحصول على تذكرة من شباك الحجز بمحطة القطر. وأضاف: لكني فوجئت بشابين يقفان في وسط عربة ركاب الدرجة الأولى المكيفة وسط الناس في حالة من الهرج والمرج، وطالبتهما بسداد قيمة تذكرتين وامتنع عن السداد بأسلوب غير لائق، فالتزمت بكوني موظفا في هيئة السكك الحديدية باتباع إجراءات إدارية بمطالبتهما بالسداد أو تسليمهما إلى الجهات المعنية لاتخاذ شؤونها، ولكنهما قفزا هربا من القطار لوحدهما. وأنكر الكمساري أمام النيابة العامة قيامه بإجبارهما على القفز أو سعيه لدفعهما بيديه للقفز من أبواب عربة القطار، مضيفا: إحنا بني آدمين ونعرف يعني إيه إنسانية التصرف والتعامل مع الشباب، ولكنهما تسرع في القفز إلى خارج القطار بقرية ضفرة عقب تحركنا من محطة قطارات طنطا العمومية. وتابع الكمساري: ربنا يرحم الشاب الضحية ويسكنه فسيح جناته، وأنا لم أقصد التعرض له في أي شيء، ولكن هو وزميله انفعلا في الكلام معي وأراد الخروج من القطار أمام جميع الركاب من خلال القفز أثناء سير القطار. من جانبه شرح أحمد سمير الناجي في واقعة القطار وزميل الضحية أمام النيابة العامة ما حدث قائلا: أنا عشت لحظات من الرعب داخل القطر، والحمد لله على كل حال، فقدت زميل عمري كله محمد شهيد التذكرة، وربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته يا رب. وأضاف: أنا وهو تعاملنا مع الكمساري بأشد إهانة، وطلب مننا خلال مروره سداد قيمة التذكرة واحنا ما كانش معانا فلوس تكفي سداد قيمتها، وانهال علينا بصوت عالي قائلا لنا: هتدفعوا ولا تمشوا من القطر خالص ولا سلمكم للشرطة، مؤكدا ان القانون قادر على القصاص لحق زميله. وتابع سمير قائلا: انا نطيت انا وزميلي رهبة من تسليمنا للشرطة او حبسنا عشان مش معانا فلوس التذكرة، والكمساري أرهبنا وأهنا أمام ركاب القطر وأحرجنا وفتح لنا أبواب القطر. وأضاف الشاب وعيناه تنهبر من دموع: لم نجد مفرا سوى القفز، ولكني وقعت على قدمي على الأرض وصاحبي وقع أسفل عجلات القطر، ولفظ أنفاسه الأخيرة أمام عيني في مشهد لم أقدر على استيعابه لحد تلك اللحظة.
وتابع الشاب المكلوم بقوله: القصاص القصاص لصاحب عمري مطلب شرعي ومكفول، ولن أتوانى في الوقوف ورفع جسده في جنازته بمنطقة الشرابية بمسقط رأسه، كوننا عملنا معا وسعينا وراء لقمة عيشنا والكفاح من أجلها معا. في السياق ذاته وجهت النيابة العامة في تعليماتها بضرورة استكمال علاج الشاب سمير وإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة له داخل مستشفى طنطا الجامعي وإخلاء سبيله من سرايا النيابة. وعلى بعد خطوات من أبواب النيابة العامة، قالت مروة سمير شقيقته أن أفراد العائلة اطمأنوا جميعا على حياته وتوجهوا لشبرا الخيمة للمشاركة في واجب عزاء زميله شهيد التذكرة، لافتة إلى أن وزير النقل سيزور شقيقها للاطمئنان على صحته خلال تواجده في القاهرة. وأضافت أن أفراد العائلة يناشدون النائب العام سرعة القصاص من الجنة ليكونوا عظة لكل من تسول له نفسه التمادي في الخطأ وقتل أرواح أبرياء، مؤكدة أن شقيقها وصديقه لم يرتكب أي خطأ وأنهما كانا في طريقهما للإسكندرية من أجل لقمة عيش شريف وكسب قوتهما من عرق جبينهما على حد قولها. محمد عيد شاب في مقتبل حياته، بدأ العمل مبكرا للإنفاق على أسرته الصغيرة المكونة من شقيقته ووالدته المريضة، لكنه فقد حياته بسبب تذكرة قيمتها 70 جنيه. هو شاب محترم مكافح منذ صغره، يحترم الكبير والصغير، والابتسامة لا تفارق وجهه. أثناء سيره بالشارع محل سكن ووالده متوفي، هكذا أجمع أهالي منطقة المبيومي بشبرا الخيمة مسقط رأس محمد عيد شهيد التذكرة، مؤكدين أن الضحية عمل في شارع المعز في صناعة الميداليات الهاند ميد حتى أتقن الصنعة وأصبح يعتمد على نفسه في صناعتها وبيعها لحسابه الخاص على شواطئ اسكندرية لكي يبني نفسه بنفسه ويأكل لقمة عيش حلال، إلا أن القدر كان له رأي آخر ليسقط تحت عجلات القطار ويلقى مصرعه ويصاب زميله. من الإسكندرية إلى القاهرة، هكذا قضى محمد عيد حياته بين القطارات للحصول على لقمة العيش، حيث كان يبيع منتجاته في الإسكندرية ويعود ليلا حاملا أمواله من أجل الإنفاق على أسرته. ولكن جاء اليوم المشؤوم وتساقطت الأمطار ولم يتمكن محمد من بيع منتجاته، فاتجه للقطار عائدا ليفاجأ بقمصان القطر يجبره على دفع 70 جنيه ثمن التذكرة أو القفز من القطار أثناء سيره. حاول محمد عيد مع الكمساري أن يتركه لأنه لا يملك نقودا، إلا أنه خيره هو وصديقه بين الدفع أو القفز، فاتحا لهم باب القطار بالقرب من محطة طنطا، فقفز الشابان أملا في النجاة، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن وسقط محمد عيد تحت العجلات ضحية لثمن تذكرة الموت. ده محمد عيد الله يرحمه. ده أثناء تشييع جثمانه. وكشف محمود عيد شقيق الشاب محمد عيد محمد البائع المتجول الذي لقي مصرعه تحت عجلات القطار تفاصيل آخر مكالمة لشقيقه مع والدته. وأكد عيد في تصريحات خاصة للبوابة نيوز أن شقيقه كان محبا لأسرته لا سيما والدته، حيث كان يكن لها كل الاحترام فضلا عن أخلاقه وحبه لربه، وسعيه دائما لكسب لقمة عيشه بشرف. موضحا آخر مكالمة بينه وبين والدته كانت قبل ما تحصل الكارثة بساعات، قال لها: أنا جاي في الطريق، وعلى فكرة أنتي وحشتيني أوي يا أمي. من ناحية أخرى، وجه المحامي العام في تعليماته بضرورة الاستماع إلى أقوال الكمساري المتهم الرئيسي في واقعة قفز الشابين وشهود عيان من ركاب حارس القطار والاستدلال على أقوالهما في محضري الشرطة اللذين تم تحريرهما بنطاق محطة سكة حديد مصر
القاهرة ومركز طنطا ومطابقتهما، فضلا عن التأكد من وجود ترهيب للشابين أدى وتسبب في قتل أحدهما وهروب الآخر. وباشر أعضاء النيابة العامة بمركز طنطا على الفور، وحتى الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء 29/10/2019، سماع أقوال الكمساري وشاهد العيان، فضلا عن مخاطبة الدكتور محمد الشبيني مدير مستشفى طوارئ طنطا الجامعي للاطلاع على التقارير الطبية للشاب الضحية وزميله الناجي من واقعة القفز. وأفادت مصادر نيابية بأن التهمة الموجهة للكمساري هي القتل بالترويع بإجباره الشابين على القفز للتخلص من موقفهما بعدم القدرة على سداد التذاكر والهرب من تسليمهما إلى الشرطة. ما حدث لا نقبله، ونعد دورات تأهيل وتدريب وعلاج نفسي لكل العاملين في هيئة السكك الحديدية لكي يحسنوا التعاون مع المواطنين. هكذا رد اللواء كامل الوزير وزير النقل أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى المذاع في برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد على الحادث، مؤكدا أن رئيس القطار متواجد في النيابة العامة وما تقرره النيابة العامة ننفذه بمنتهى القسوة، مضيفا تم فتح باب القطار بمفتاح ومن المفترض أن يكون متواجدا مع رئيس القطار، وسيتم التعرف على هوية من فتح باب القطار، ولن نستبق الأحداث ولن نسمح بتكرار ذلك مرة أخرى. ده الشاب محمد عيد الله يرحمه اللي وقع تحت عجلات القطار. وهنا أحمد سمير وهو بيحكي اللي حصل، وده الكشف الطبي عليه. شاركونا بالتعليقات.